لك يا بنتي ده كان نعمة قوي. حاضر حاضر، ما انا بدي نوايا الست سوزي. أنيسة من سمح. حاضر. ايه الدوشة دي؟ دوشة ايه؟ هما العيال فين يا انجي؟ العيال عند مامتك فوق من بدري. في ايه يا علي؟ ايه الدوشة دي؟ معقولة الست سوزي جاية علشان ترتاح عندنا؟ انا اسفة، الانسة سوزي مش عايزين نقلقها. احنا اسفين يا انسة. أم هاتلي دواء الضغط بدل ما انت عامل زي خيال المعتة كده. خيال المعتة؟ طب انا عايز اعرف يعني هو ضغط حضرتك من النوع العالي ولا من النوع الواطي؟ اصل انا جالي العالي. وانا عن الواطي. الواطي فعلا. معلش يا علي. كفاية رجلي بقى، وعملي مساج في ظهري. مساج؟ مش عايزاني افعص لك كمان شوية في السمانة؟ بعصيها بعد المساج. لا ازاي بقى؟ معقولة بعد المساج لازم تاخدي شاور سخن علشان تبقي ريلاكس؟ ما انت شاطرة اهو. شاطرة قوي قوي. طيب ايه رأيك؟ بصي يا حبيبتي، دول 500 جنيه، ايه رأيك تاخديهم وتروحي على اقرب مركز علاج وانا هبقى اجي ازورك. وانا من ساعة ما جيت هنا وانا مش مستريحة. مش مستريحة؟ لا. من ساعة ما جيتي هنا؟ انا اسفة، حقك عليا والله، حقك عليا. قولي بقى كده، يعني اعتدال دي هتعدل الحال؟ اعتدال هتعدل الحال طبعا يا ام العيال. ارك في القافيه دي يا كوكو. حلوه قوي، بس خلي بالك بقى يا سامح من اللي انجي ممكن تقابله معاك لو اعتدال ما عدلتش الحال. لا لا، انجي انجي بتاعتها، هتعمل ايه انجي يعني؟ انا هسقعك على كفاك وبخلي القافيه تنفعك يا سامح. اي نعم، اسالني انا. بقول لك ايه، اعتدال دي قلت لي تقرب لك ايه؟ هقول لك يا ستي، تبقى بنتي عمة خال أم اللي جابني، وجارة أخو بنت عمة خال أم اللي جابها، إيه رأيك؟ أي السويد، دي سلة قرابة ولا أنتوا بتشتموا بعض؟ لا يا كوكي، هو قصده يقول لك إنها بنت عمة خال أبو اللي جابه. إيه أنتِ بتشتميني ولا بتشرحي لها القرابة؟ لا يا سامح، بتشتمك إيه؟ ده هي قصدها تفهمني إن هي فهمت إن أنت قلت لها إن هي بنت عمة خال أبو اللي جابك. في ايه يا كاميليا؟ انت بتشتميه ولا بتشرحي له اللي انا فهمتهولك؟ لا يا انجي، هي قصدها تقول لك ان انت فهمتي ان انا قلت لك انها بنت عم خال ام اللي جابني. ايوه، ما هو ده اللي انا فهمته فعلا، انها بنت عم ابو ام اللي جابك. ايه ده ايه ده؟ ايه يا انجي ده؟ انت بتشتميني ولا ايه تاني؟ ايه ايوه بقى، بشتمك يا سامح، بشتمك وبشتم اللي جابك، وبنت عم خال ابو ام اللي جابك وام ابو اللي جابك. ها، عاجبك ولا عايز حاجه تانية؟ لا يا انجي، انا كنت بتاكد بس ان انت ما غلطتيش في ماما. اعتدال محمد عبد الحميد خلف خلف الله عبد الشكور متولي العدل. اعتدال والعدل؟ والله ده فالخير. حضرتك معاكي اي مؤهلات؟ يا فندم، انا دكتوراه في التنميه البشريه وبعمل ماجستير في دراسات الجدوى واعداد المشروعات الصغيره. دكتوراه والمشروعات الصغيره؟ ده فال تاني احلى من اللي قبله، ما شاء الله. بس انتي يعني صغيرة، سنك صغير على دكتوراه، خلصتيها امتى؟ لا ده كان حضرتك من سنتين، انا دلوقتي بعمل دكتوراه في القانون. دكتوراه برضو؟ غير الاولانية؟ ايوه يا فندم. بتاعت المشروعات ده. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم لا حسد. يعني انا بشتغل صحفية كبيرة وبكتب مقالات، بس الحقيقة معايا يا دوبك بكالوريوس اعلام. حضرتك عارفة ان الناس اللي زي اصحاب الماجستيرات والدكتوراهات للأسف مش لاقيين شغل. برافو عليكي انك عارفة معلومة زي دي. طيب ليه تعب نفسك في الدكتوراهات الكتيرة دي؟ يا فندم، أنا قلت ضل دكتوراه ولا ضل حيطة، وأديني أبقى جاهزة عشان وقت ما يجي الشغل أكون جاهزة. بيقابليني، قصدي لا، إن شاء الله طبعا، إن شاء الله يبقى في شغل كل الدكتوراهات دي. أنا كمان بعمل ماجستير، هو أي نعم بقى لي 10 سنين بعمله، بس إن شاء الله إن شاء الله هيخلص. خلينا في المهم، انت عندك درايه بتربيه الاطفال؟ درايه؟ يا فندم انا ماجستير في التربيه. شوفي يا استاذه انجي، انا مش عايزه حضرتك تقلقي خالص، الجدول الزمني المحدد اللي حضرتك عاملاه للبيبي انا همشي عليه بالمظبوط، الا لو كان محتاج تعديل. حضرتك بتكلميني انا؟ ايوه. جدول زمني ما... لا حضرتك فاهمه غلط، هو انا حضرتك جايه عشان عمر ده.
بيبي، يعني لسه ما راحش مدرسة ولا جدول ولا حصص ولا أي حاجة خالص. أفهم من كده يا أستاذة إنجي إن عمر البيبي ماشي على حل شعره؟ يا نهار أبيض، ده ماشي على حل شعره وحل وسطه. بصي إحنا بيت منحل الحقيقة، يعني عايز ياكل بنأكله، بيعيط نغير له، عايز ينام ينام، عايز يقوم يقوم، عايز يلعب يلعب، عايز يعمل بيبي يعمل. بصي براحته خالص، احنا بيت متسيب. واضح يا استاذة انجي ان ده اول تجربة مع الاطفال بالنسبة لك، مش كده؟ لا خالص، ده انا عندي بلوتين، قصدي تجربتين قبل كده، مي وسولي، ربنا يحفظهم يا رب. ويا ترى بقى عايشين مع حضرتك ولا عايشين في الاحداث؟ لا هما كانوا هيروحوا الاحداث، بس ربنا ستر بقى، لحقناهم على اخر لحظة. طيب شوف يا أستاذة إنجي، احنا عايزين نتفق على حاجة. انا هعمل جدول زمني محدد للبيبي، هيكون فيه عدد ساعات نومه، فعدد ساعات نوم البيبي ده هيبقى بالنسبة لي وقت فراغ. هحاول ان انا اعتني بباقي افراد الأسرة، هشوف البيت محتاج ايه، وهاخد بالي من الاطفال الباقيين، وهشوف اذا كنت ممكن اساعد حضرتك في اعداد بعض الطعام الخفيف. لا لا حضرتك سيبيلي انا اعداد الطعام الخفيف ده، وحضرتك خليكي في اعداد الطعام التقيل. طيب شوفي يا استاذه انجي، انا برضو لو تسمحي لي يعني اساعد حضرتك في الماجستير اللي بقاله 10 سنين متاخر ده. الماجستير بتاعي؟ حضرتك هتساعديني؟ تعالي خشي في حضن اختك. بجد مش عارفه اقول لك ايه يا استاذه اعتدال العدل، يا ربنا يعدل لك حالك يا رب. بصي انتي اللي زيك انقرضوا، بجد ربنا يعدل لك الحال يا رب، بارك لك. ميرسي يا استاذه انجي، بس واضح ان الطفل بتاع حضرتك هادي جدا ما شاء الله. عمر هادي؟ لا هو بس دي الطلعه الاولانيه بيخم، خلي بالك هتشوفي ايام سودة. يا فندم انا دكتوراه. والماجستير ما ينفعش، احتمال الدكتوراه تنفع.